الرئيس الغامبي المنتهي ولايته يحيى جامي تراجع عن الاعتراف بالهزيمة أمام مرشح المعارضة آدم بارو الذي أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة فوزه في الانتخابات التي جرت في 1 ديسمبر كانون الأول الجاري بنسبة 45.5% من الأصوات. أنا أرفض بشكل قاطع نتائج هذه الانتخابات لأنها شبه الكثير ما يجعل من المستحيل القبول بها، وأطالب بإجراء انتخابات جديدة تسمح للجميع بالمشاركة. جامي يتربع على السلطة منذ انقلابه على داود كيرابا جاورا والرئيس لغامبيا في العام 94-91 و1000، فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية في العام 96-91 و1000 و2001 و2006 و2011، حكم خلالها البلاد بقبضة من حديد.